في الوقت الراهن في زمن العولمة وتداخل الكثير من اللغات، نعم، كيف ترى حضور اللغة العربية وكيف يمكن أن نساهم في الحفاظ عليها؟ هو سؤال حماية اللغة العربية سؤال قديم جديد راهن وإشكالي. المدرسة هي البعد الأول في الحقيقة، المناهج بشكل دقيق، طرق التدريس بشكل أدق. في طرق التدريس، وهي ربما تكون يعني مسؤولية الأساتذة أو المعلمين أو المدرسين، ومثلا كتابة الهمزة يا إبراهيم، أنت تذكر في الصف كيف كنا، يعني أنت الآن ضحكت تذكرت دائما هي الإشكالية كتابة الهمزة. فكان تدريس كتابة الهمزة يخضع إلى تعليم قواعدي، وتكتب الهمزة على واو إذا ما كان ما قبلها مضموم وهي ساكنة، يعني فهذا الشيء يعني القواعدي لم يتصل باليومي وبالمحسوس، ولم يصل إلى أذهان الطلاب بشكل لين أو سلس، وإنما وصل إليهم بشكل قاعدي صعب، وأصبح هناك في بون بين القاعدة والتطبيق. لذلك أنا مع تدريس النحو والقواعد بشكل والصرف بشكل وظيفي، بمعنى كنا ندرس الهمزة بطريقة الكسرة، هي أقوى حركة، تكسر اليد ثم تضم ثم تفتح، لذلك تكتب الهمزة على الياء أو على الواو أو في على الألف أو منفردة تبعا لقوة الحركة، الكسر ثم تجبير اليد بالضم ثم تفتح ثم بمعنى الفتحة. فهذه الطريقة أفضل من، لذلك طرق التدريس وأساليبها وتنميطها بشكل يجعل النحو نحوا وظيفيا، هذا جزء يجعل فهم الطلاب والأجيال للغة العربية فهما سليما ودقيقا ومتواصلا، هذا طرق التدريس. ناحية أخرى التواصل، سواء بالسوشيال ميديا، هذا التماسج اليومي والتواصل اليومي، أو الإعلانات. مثلا أنا في مادة الصرف كنت أطلب من الطلاب على وزن تفعيل استخرج لي أسماء ثلاث مؤسسات على وزن تفعيل في طريقة السؤال، لم أقل لهم أن هناك أوزان عشرة وأحفظ وصرف الفعل كذا. يعني تربط الأشياء بواقعها اليومي الحياتي، لأنه حتى أنصح الطلاب الذين كان عندهم عسر وسوء فهم لموضوع الإعراب حين نعطيهم بعض الدروس، أنه أنت تخرج من الجامعة إلى بيتك اعرب، يعني أي جملة تجدها أمامك اعربها، هذا يعني خارج نمطية الواجب والتصليح والاختبار، وحتى يعني هذا ما أقصده، يعني جعل النحو شيئا وظيفيا. أيضا مسؤولية المجتمع، مسؤولية المؤسسة، مسؤولية الأسرة. يعني أنا يعني أنزعج جدا من كلمة حين أرى شخص يكتب إن شاء الله يكتبها بشكل متصل، يعني ما لا يعني. فلذلك إذا نحن بدأنا حتى بتصحيح لبعضنا وكتابة اللغة العربية كما هو رسمها وسمتها الحقيقي بعيدا عن الكتابة الرقمية والكتابة الصوتية، هذا يعني سيسهل. مسؤولية من؟ مسؤوليتنا جميعا يا إبراهيم، إذا كنت تسألني مسؤوليتكم أنتم طلبة قسم اللغة العربية بالدرجة الأولى، لأنكم أنتم ستذهبون كمعلمين ومسؤولين وحماة ومحامين عن اللغة العربية. وكما قلت لك، أنت حين تذهب إلى سوق الخضروات أو سوق للسيارات، الكتابة وشكل الكتابة هو يلعب دور كبير في جذب، وهذا ما قلت لك، أنه اللغة هي حجاجية، اللغة هي تواصلية، اللغة هي تكسبك الموقف، وليست فقط اللغة هي أن تحفظ قواعدها وتحفظ بلاغتها وتحفظ قوانينها ونواميسها فقط. لذلك يجب أن تلامس اللغة العربية مجتمعها وحاجاتها، وهذه مسؤوليتنا جميعا يا إبراهيم، وأنتم أيضاً.